عملية الانتخابات. ثلاثة أيام من العروض المكثفة حول التغطية الإعلامية المهنية للانتخابات، تختتم هذه الدورة التكوينية المنظمة من طرف شبكة الصحفيات الموريتانيات. تلعب التغطية الإعلامية دورا بارزا في اطلاع الرأي العام على الأحداث الكبيرة، ويزداد هذا الدور جسامة إذا تعلق الأمر بالانتخابات عموما والانتخابات الرئاسية بشكل خاص. ضمن هذا التوجه تكون مسؤولية الصحفية مضاعفة أضعافا كبيرة، فزيادة على المسؤوليات المرتبطة بكراهات عملها، فإن المرأة الصحفية تخوض حربا من لون آخر لإثبات جدارتها بتولي هذه المسؤوليات. وقد تحدثت رئيسة شبكة الصحفيات الموريتانيات عن أهمية ما دار من نقاشات وعروض خلال أيام الدورة. لقد تلقيتم خلال ثلاثة أيام ورشات نظرية تناولت أطراف العملية الانتخابية أدوار ومسؤوليات، بالإضافة إلى موضوع المؤسسات الإعلامية وتغطية الانتخابات في ظل تحديات الإعلام الجديد، وورشات تطبيقية مضغوطة حول مواضيع مختلفة تتعلق ببناء التقرير التلفزيوني وفنيات التقديم والإلقاء والمقابلة ومحرك البحث الذكاء الاصطناعي، أدوات الصحفي العصري وغيرها. وبدوره أكد المؤطر رياض معسعس على ضرورة مواكبة الصحفيين للتطورات المتسارعة التي يشهدها الإعلام، كما نوهت أمينة خليل باسم المستفيدين من التكوين بما قدم من معارف خلال أيام هذه الدورة، شاكرة كل من أسهم في ذلك. وفي نهاية اختتام الدورة قدمت للمشاركين إفادات تكوين حول التغطية المهنية المحايدة للانتخابات، والمنظمة في نسختها الثالثة تحت عنوان تغطية مهنية محايدة ضمان لانتخابات نزيهة وشفافة.